سي جدري ملي كنهضروا على السياده اقتصاديه للمغرب ماذا نعني بها؟ هو اللي خصنا نقصدو كنقصدو بالسياده هو انك خصك تكون متحكم في القرار ديالك. يعني انك ملي كتبغي دير تصوب واحد المنتوج ولا تصوب واحد السلعه ولا كدير واحد الصناعه ولا كدير واحد مجموعه من الامور كتكون انت متحكم بالقرار ديالك، ما كتبقاش عندك امور متعلقه بالسماء مثلا كهطول الامطار او مثلا بارتفاع او انخفاض يعني سلاسل التوريد والانتاج ولا مثلا ارتفاع او انخفاض اسعار المحروقات ولا النفط اللي بيرمي على المستوى العالمي ولا مجموعه من الامور من هذا القبيل. وبالتالي ما يمكنلكش اليوم، يعني اليوم العالم كعرف واحد التحولات جيوستراتيجية اللي هي كبرى، كنشوفوا مثلا دول كبرى على سبيل المثال ألمانيا مثلا خلال السنة الماضية كان عندها مشكل كبير في الطاقة. علاش؟ لأن كان دار البيض ديالها كله في سلة واحدة، ومن يوقع المشكل في الحرب الروسية الأوكرانية ألمانيا تأثرت بشكل كبير من كل ما يتعلق بالمدخلات الطاقية ديالها. اليوم المغرب صحيح أنك يدير واحد مجهودات اللي هي كبيرة في كل ما يتعلق بالأمن الغذائي ديالنا والأمن الصحي ديالنا والأمن الدوائي ديالنا والأمن كذلك ديال الطاقة ديالنا، ولكن احنا باقين يعني مرتهنين للخارج من مجموعة من الأمور. اليوم خصنا يعني منين نبغيو نديرو شي حاجة ما نبقاوش كنخمو بزاف وكنقولو نبقاو نطلبو عافاك عافاك أن يعني صبرينا الشتاء أو ما نبقاوش نتسناو إما من الظرفية العالمية شنو وقع العالم. في العالم ولا شنو وقع في سيرتو مع التقلبات المناخية اللي كنعرفو، لأن احنا كنعرفو من الفلاحة قطاع مهم بالنسبة للمغرب، وهذا ما أشار له الملك محمد السادس في الرسالة ديالو اللي كان وجهها كما ذكرت قبل قليل للمشاركين في الدورة الأولى من اليوم الوطني للصناعة اللي أقيم مؤخرا بمدينة الدار البيضاء، هو أنه هذه الظرفية العالمية اليوم ماشي خاصنا نفكروا في يعني كيفاش نعزو السيادات الاقتصادية ديالنا، وإنما من المفروض أنها تكون في صلب الأولويات ديالنا. تماما. اليوم مثلا ملي كندوي على سبيل المثال كنا كنفتخروا بان عندنا اكتفاء ذاتي من الخضار ومن الفواكه ومن اللحوم الحمراء ومن الدواجن ومن البيض، كنا كنفتخروا بان المغرب اليوم عنده اكتفاء ذاتي. ولكن اكتفاء ذاتي كتبين يعني مع الازمه هذه بان واحد الاكتفاء ذاتي اللي هو مقنع. علاش مقنع؟ لان يرتهن الى المياه اللي كتجينا من الامطار، هذا امر اللي هو مهم جدا، وكيرتهن كذلك الى التكلفه ديال العلف على المستوى العالمي وكذلك لاسعار ديال المحروقات. لان اليوم هذاك الفلاح اللي كان كيصاوب مثلا مطيشه ولا كيصاوب مثلا واحد الدجاجه ولا واحد البيض ولا واحد اللحم الاحمر ديال الابقار كان عنده مشكل في الاسمده، كان عنده مشكل في التكلفه ديال الانتاج، وكان عنده مشكل كذلك في التكلفه ديال الانتاج بصفه عامه. وبالتالي اليوم وقعنا في هذا المشكل هذا لان عندنا مرتهنين للخارج. اليوم باش نعزوا هذه السياده الغذائيه ديالنا خاصنا نواصلوا الامور المتعلقه باللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والخضر والفواكه، ولكن خاصو اللي عندنا واحد الصناعات ديال الاسمده وديال العلف على المستوى المحلي، باش غدا من يرتفعوا على المستوى العالمي حنايا ما وصلوش لمستويات اللي كبيره انك تضاعف فيها مرتين او ثلاث مرات السعر ديال العلف. وكذلك هذاك الفلاح اليوم ما يبقاش مرتاح. اليوم خاصنا كل ما يتعلق بتحليه مياه البحر، وعندنا واحد التجربه رائده في الشكا اتباه، بحيث ان اليوم الشكا اتباه هي كتسقى من المياه اللي هي ديال تحليه مياه البحر. وكذلك الامور المتعلقه بالطاقات المتجدده، لان اليوم الى قلصنا التبعيه الطاقيه ديالنا للبترول والنفط والغاز والبنزين والغازور بصفه عامه، هذا الامر ممكن انه يعزز يعني الامن الغذائي ديالنا.